السلام عليكم الاخوان، اهلا ومرحبا. اليوم شريت هذه اللعيبه هذه ديال سميتو ديال السيلفي ستيك او العصا السيلفيه وترايبود في نفس الوقت. هي ترايبود او رجلين، ثلاثه ديال الرجلين. المهم غادي نجربها ونشوف كيفاش دايره، وغادي نصور بها شويه ديال الفيديوهات كيما تعرفوا. اخوكم حميد اليوم ما خدامش، باغي ندور شويه نشوف شويه ديال الاشياء. كما تلاحظوا اليوم الجو جميل جميل جدا، رغم انه تحت الصفر. اليوم كاين 5 تحت الصفر، ولكن كما تشوفوا كاين اشعه الشمس وصراحه الغمام داكشي، ولكن السماء زرقاء داكشي وبخير. اليوم شلنا شويه ديال الشميشه، هي هذيك اخي. غادي نشوفوا شويه ديال الشمس على الجليد، وضروري خص بنادم بحال في هاد الوقيته هذه ضروري تخرج، لان هذا الاسبوع هذا هو اخر اسبوع غادي يمكن نشوفوا فيه، اخر اسبوع يمكن نشوفوا فيه المشي فوق هذا الجليد هذه، فوق هذه البحيره هذه. يا سلام، طائره تحلق فوق البحيره. ومع هاد الجو هذا النهار اليوم كاين الشمس وكاين السماء الزرقاء وداكشي مغري للخروج، ولهذا انا راه خارج تندور شويه معكم ونشوف. غنرجع لهادي، ها هي كما القضيه، غنرجع لهاد اللعيبه هادي، غادي نركبها وغادي نشوف، نحاول ندير بها شي تصاور شي موفي شي فيديوهات. المهم بقاو معايا وفي الاخير غادي نشوف، غادي نقول لكم عن طريق الكلام واش هي زوينه. السلام من جديد الاخوان، كما تشوفوا هانتوما هي على شكلها الحالي. الان انا ركبتها، غتعطيني ترايبود اللي هي واقفه على رجليها، زائد هاد البيسه هذه هي هي تشوفوا هذه باش ندخل فيها شي لعيبات بغيت نحطها. وهي في نفس الوقت هي ستيك، هي بحال هذوك سيلفي ستيك اللي تتشدهم، ما عرفتش اش يقولوا لهم بالعربيه. سيلفي ستيك اللي هو العود اللي تتسرحو قدامك باش تدير به تصاور، ولا باش تتصور به بالكاميرا ولا بالفيديو وجهك وداكشي. المهم هذا هذه زوينه، تتبان اخي زوينه وداكشي رائع، ولكن نشوفو، خصنا تنشوفو الاستعمال، خصنا نستعملها ونشوف كيفاش دايره. هذا ما كان، تحيه لكم جميعا.